السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناه بالفام اوفوي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. شحال هذه ما حطيت لكم ان فيديو سوغ لا شين. اليوم على فيديو غادي نبارطاجي معكم بيكنيك، نبارطاجي معكم اشنو دينا لي دونات اللي ديجا تيحمقوا عليهم الوليدات الصغار، بواحد لا غوسيت اللي غادي تصدق لكم وكتجي لذيذه، لي همبرغر اللي ديجا حتى هما بارطاجيتهم معكم في واحد لا فيديو. كما عارفين حنا كنحاولوا ما امكن نخرجوا الاماكن اللي ما يكونش فيها الناس بزاف. بالنسبه للناس اللي باقيين ما تابوناش في لاشين، يضغطوا على سابوني باش هكذا يوصلكم دائما الجديد في ما نحط اون فيديو توصلكم، فتابعوا معايا. اول حاجه غادي نبدا بلي همبرغر، ما غاديش نشاركهم معكم حيت ديجا لا غوسيت درتها لكم في لا فيديو، غادي نخليها لكم في صندوق الوصف. بلي خمرات ليا العجينه، هادشي راه كامل صيبناه في الصباح ديال البيكنيك، يعني ماشي ليلة قبل، في الصباح تيوجد هادشي. دونك ملي خمرات ليا العجينه ديال لي همبرغر، غادي نحاول نديرها في الطاوه ونخليها مره اخرى كتخمر. دونك انا ما درتهمش كبارين، درتهم غير ميني همبرغر هكذا كيصلحوا للبيكنيك. ملي خمروا ليا غادي ندهنهم بالبيض ديال البيض وشويه ديال الحليب. شحال هذه انا كنت كندهنهم بالبيضه كامله، مي تيجوني بحال القراشل ولا القرص. وحنا راه بغينا لي همبرغر باش يجيونا الشكل ديال لي همبرغر ديال الزنقه، فديروا البيض ديال البيض مع شويه ديال الحليب. وهنا غادي ندير الزرارع وغادي ندخلهم الفران. دابا غادي ندوزو لودينات. غادي نحتاجو واحد الكاس ديال العنبه عامر ديال الحليب دافي، ما يكونش سخون بزاف، غير دافي، معاه معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، وغادي نضيفو واحد المعلقه كبيره ديال السنيده. غادي نخلطوا الخليط وغادي نخليه واحد المده حتى كيتفاعل. ابري غادي نضيف واحد 3 ديال الكيسان ديال العنبه ديال الدقيق مع واحد المعلقه صغيره ديال الملحه. فوالا، ملي تفعلات الخميره مع الحليب شفتوا كيفاش كتولي. دابا غادي نضيفوا واحد الكيس ديال الفاني. من بعد غادي نضيفوا 3 المعالق كبارين ديال السنيده، في المجموع كيكونوا 4 المعالق. المعلقه الاولى راه ضفناها قبل ما يخمر، يعني ضفناها مع الحليب والخميره، يعني كما قلت لكم ابري كنضيفوا 3 المعالق، هي في المجموع 4 المعالق. وهنا غادي نضيف واحد 2 صفوره ديال البيض. ابري عندي زبده مذوبه، غادي ناخذ 5 المعالق كبار ديال زبده مذوبه. دونك غادي ناخذ داك الدقيق اللي خلط في الاول، صافي. دابا غادي نخلطوا الخليط، غادي ندلكوها مزيان وغادي نخليوها تخمر واحد الساعه ديال المكانه.
المهم هو أننا تكون العجينة مدلوكة مزيان. دابا ملي دازت ساعة، يعني السر هو فد لي كندلكو العجينة مزيان ونخليوها تخمر. كل ما خليناها تخمر كل ما مزيان. دابا غادي ندلكو العجين. العجينة الصراحة ما تكونش عاوتاني رقيقة بزاف، يعني ما غليظة ما رقيقة. انا هنا خديت الغطاء ديال البراد، اي غطاء كان عندكم. انا هنا درتهم كبار، غادي نوريكم لحقاش كنت عاودتهم درتهم صغارين. دونك ملي كديروهم كبار راه ما تيخرجوش لكم بزاف. فوالا، وكان نديروا واحد ثقب في الوسط، درتو غير بالغطاء ديال شي قرعه صافي. وغادي نديروهم في واحد البابي كويسون وغادي نخليهم يرتاحوا واحد نص ساعه عاده باش نقليوهم. ملي تبغيو تقليوهم قليوهم في الزيت اللي كتكون كثيره، كما شفتوا كتكون هذيك البنيه كتكون عايمه في الزيت، ما تكونش الزيت قليله. وكتترميوهم بهذاك البابي ديالهم باش ما كتخسرش لكم لا فورم. دونك انا هنا درت غير البابي ديال الزبده شويه كرفصني، مي عاوتهم انا غادي نوريهم لكم بالبابي كويسون كيكون احسن. ملي كيتقلاو كديروا ليهم لا ديكوراسيون باش ما بغيتيو. هنا في البيكنيك ما كانش عندي الوقت، اختاريت غير لو شوكولا نوار. انا غادي نوريكم ملي عاودتهم لا ديكوراسيون. فوالا البنات، هنا مي عاودتهم درتهم يعني صغار حيت كان عندي هنا الوقت، درتهم صغار. يعني كل ما تحكمتوا في لا فورم ديالهم كيخرجوا لكم اكثر. وانا نوريكم لا ديكوراسيون. وهنا كما شفتوا كان عندي الوقت، يعني درت لا ديكوراسيون شوكولا نوار ب شوكولا بلون، وزدت فيه حتى الكولورون روز. راكم عارفين الوليدات عزيز عليهم لي كولور. فوالا هكذا عطيتكم اون ايدي. دابا غادي نرجعوا للبيكنيك ديالنا. لي هامبرغر من لي طابو شفتوا كيفاش كيجي وكيبان الفرق، وكيجي حتى الفرق ما بينهم وبين القراشل ولا القرص، وكيجيو هكذا صغيورين متولين. دابا غادي نصايب ليهم لا غارنيتور. بالنسبه لا غارنيتور فانا اختاريت الكفته ديال لاداند، كتجي ألد وبطبيعه الحال كتجي بكميه كثيره حيت راكم عارفين راه رخص. انا هنا اختاريت انني نديرها في الفران باش كتبقى لي حتى هي لا فورم حسن ما نقليها. درت ليها التوابل اللي معروفين كنديروها وغادي ندخلها للفران. فوالا لي هامبرغر، كنديروا الفروما ساندويش مطيشه. بالنسبة لصوص فهادي ديال البرجر الخاص، وهنا وصلت نهاية ديال الفيديو. شاركت معكم كيفاش داز البيكنيك ديالنا. خليتكم على خير، بسلام عليكم.